خير صباح النور، دوشت وشدي القفقافة. انا كاين البرد اصلا، واخا ما كاينش البرد كدوشي كتشدي ماك القفقافة فين ما كنتي. قفقافة القفقافة حق، تعرفوا ديك لبستي البينوار وما قدرتيش تعيديه؟ هي انا لبست البينوار فاش خرجت من الدوش وما قدرتش باقي نحيدو، بنبدلو ما قدرتش نحيدو. كنقلب على واحد يد ما عرفت فين داز. شدي القفقافة اليوم يوم تاني عيد الحب. انا عيد الحب البارح ما احتفلناش بيه حيت ما كناش مساءين، حيت رانا وراجلي البارح نوض دار الرياضه تخسمنا انا وريالي دابا احتفلنا بعيد الحب. فاش قال جاب لي حلوى صدقنا كاع ما بقينا كلينا، دقتها ونط صافي. المهم تخسمنا، المهم نقاش حاد جدا، مني منك صافي. بقينا درنا عيد الحب، كل واحد شد براسته، كل واحد نعس براسته، سالينا وجمعنا واتنينا. اليوم ما مقررت اليوم ندير عيد الحب نهار الاثنين، انا الاثنين عاد صافي عندي عيد الحب. المهم بعد ما هضرنا وجلسنا عطابلو، مني منك فسرنا اللي ما فهمتش النقطه ديال الاغلاط. المهم ديك الحلوه بقات في الثلاجه، ديك الحلوه اللي جبتها، ديك الحلوه اللي جابها وراه تكلات البارح مع، كانت عندي كما شفتوا عندي البارح، كانت عندي هنا صاحبتي كليناها معاها. المهم ديك الاخر الحمراء بقات ما في الثلاجه، ما عرفتش وريتكم الحمراء ولا ما وريتهاش لكم. مي انا جبت ليها حلوه كوموند حلوه من عند واحد السيده سميتها سالتي اند سويت، كدير الملح والحلو، كوموندتها عندها وصيفطتها ليا مع ليفور. جوج حليوات دايوغ للدراري والحليوه لراجلي. المهم وصافي، ومع النوضه ديك الرياضه والله ما بقينا درنا حتى شي حاجه. اصلا عندي الخدامه في الدار، عندي الروينه، دائما نقول لكم عندي الروينه، تسطروا عليها بالخط الاحمر العريض، عندي الروينه في الدار هاد الايامات. لذا نحاول دابا نمشي نلبس حوايج، نحاول نجمع شويه من بعد نقاد شعيراتي، نشوف شنو غادي ندير. دوزو معايا عيد الحب اليوم كيفاش غادي ندوزو، كيف ما جا، ما عرفت شنو غادي نطيب، ما عرفت شنو غادي ندير، ما عارفه حتى شي حاجه. المهم انا غير نايضه وراه شقه ليا وبلاتي نشوف، والله ما عرفتش حتى شنو عندي في الثلاجه، واش مقديه واش ما مقديش، واش خاويه عندي الثلاجه واش عامره. المهم انتم معايا وصافي ياكم اللي كان غادي ندوزوه مجموعين. يلا سيدو. المهم بنات هنايا غادي نجي اول حاجه غندير معكم شي وصفات هكا ديال تقدروا ديروهم في عيد الحب هكا، هابي فالنتاين ياكو. غير شي وصفات صغار كيكا وساهلين ديال التورميمكس، ديروهم حتى باليد، تقدروا ديروهم حتى باليد، ولكن راه واعرين بنات انا هنا طالبين ليا شويه ديال البارموزون، 40 غرام ديال البارموزون، ديال الفرماج بارموزون ماشي غابي، باش نقدر نطحنو تما. انايا هادو شريناهم انا وراجلي في لي بروموسيون، يعني كان ديجا عندي غابي. هادو كيكونوا بعض المرات كيديروا في مرجع لي بروموسيون الا قربت تسالي ليهم لا دات، وكناخذهم. عارفين نتوما لي بارموزون راه غاليه شويه، الفرماج ديال البارموزون هادشي كداك الفرماج، يعني شي فرماج واعر راه كاين دوك ضروري غالي. المهم داخذو في لي بروموسيون، يعني انا ما غابيتوش، انا غير عبرت حيت هو فيه الميزان. مثل ما عندك الميزان كما كنقول لكم دائما البنات، لا بغيتو تشري الترموميكس محبابكم، راه انا دابا وليت كونسيير ترموميكس. اللي شراتو راه انا اللي غادي نجي عندها وانا اللي غنفورميها كيفاش تخدم بالترموميكس، كيفاش نعلمها حتى وكان تخدم ببيه. واكيد راه كاينه لي فاسيليتي دو بايمون البنات، الناس اللي غايشروه كاش كتستافدي من الدوزيام بول، كتستافدي من الغرف الثاني، وكتستافدي من الساك، وكتستافدي من الكتاب المغربي. واللي غتشريه اون بليزيغ فوا فاسيليتي دو بايمون راه ما كتستافديش من هذا الشيء، حيت كتستافدي منه غير الا كان. والناس اللي كيقولوا راه ما كيعاونوا داك الشيء لا علاقه، البنات ما تدوش على هضره الناس. لو كون عرفتو شوفوا انا راه قبل من ولي كونسيير راني كنت كنشكر لكم، ياك كنت كنشكر لكم، ما عارف راسي واش نولي كونسيير ولا ماشي كونسيير، وكنت كنشكر لكم حتى وليت من الحب فيه وعاجبني فيه والطيب فيه، راني وليت كونسيير ديال التيرموكس قسما بالله العلي العظيم. كنت كتعرفوا يا البنات شحال ينفعكم، كون شريتوه كلكم وخار كريدي. انا بعدا بالنسبه لي هادشي اللي كنقدر نقول ونصح به، واي واحد يدير اللي عجبو، انا غير كنقول هنايا البنات راه ميم طون كما كتشوفوا هذه واحد الوصفه ديروهم البنات، لي بولاته ديال الدجاج ديروا نتوما الدجاج، حيت انا ما عنديش دجاج، درت لا داند. هنا كتاخذي صافا حبيبي صافي، كتاخذي بصله صافي شافي، مالك حيحتي علينا مالك، كتاخذي بصله. انا قطعت البصله، نتوما ما عندكمش ديروا بصله في الميكسور، طحني بصله مزيان، درت عليها جوج ديال الثومات البنات. تما كانت عندي ديجا قديم، كانت عندي الكفته ديال لاداند حطاها، راه طحنتانيت في الترموميكس هذيك الكفته ديال لاداند البنات، حطيتها في درتها ودرت عليها بيضه كما كتشوفوا. كلشي درته في دقه واحده، راه كلشي كنستخدم دابا، راه ما عنديش لما كنستخدم انا واحد كندير فيه كلشي. هادشي زدت جوج معالق ديال لاموطارد، يعني 20 غرام ديال لاموطارد تقريبا، انا داكشي اللي بقى عندي كبيته في لاموطارد. قال لكم لاموطارد نورمالمون الانسيان يعني يكون مجهد، المذاق ديالو يكون مجهد. انا هادشي اللي عندي غير لاموطارد ديال لامارك لوسيو هو اللي عندي درتو ياكو، وغادي نشوف شنو غادي نزيد دابا. ديروا نتوما هادشي البنات غير في الميكسور عادي، تقدروا ديروه ما عندكمش ترموميكس، ديروا هادشي في الميكسور. هاني غادي على ما شنو كيطلب مني، والله ما عرفت شنو كيطلب مني.
سهله يا البنات. هاد لي بوليت كيجيو واعرين. اه كيطلب مني جوج معلقات ديال لا شابلوغ ديال الخبز. يعني نتوما عندكم الخبز ديروه طحنوا الخبز. انا عندي ديجا هاد لا شابلوغ شحال هادي طحناها في الطير، ممكن تحطها هنا في القرعه حيت فواحد المره كيشط ليا الخبز ديال الكمين ما كنبغيش نرميه، كنشمشو كنخليه يبس وكنطحنو كنديرو في القرعه باش الا احتاجته بحال هكا في الوصفه تيكون عندي ديجا واجد، راه ما كيخسرش البنات حيت فيه الملحه. نزيد شويه ديال الملحه، الملحه على حسب الذوقها. ما جات عاوتاني ما غاديش تخليني نصور، ما غاديش تخليني نصور، ما غاديش يخلوني نهضر، ما يخلوني حتى ندير شي حاجه غير. المهم هنا قلت لكم زدت شويه ديال الملحه، هذاك لي زيبيس البنات على حسب الذوق كتبعوا شنو كيقول لكم هنايا. اكيد بزاف ديال البنات عندهم تيرموميكس كيقول لي حيت راه كاين عندنا، كاين عندنا دازو عندي الخاص الانستغرام، راكم عارفين كاين الواتساب ديال الزيوت. البنات راه كنحط لكم الرقم ديال السيده اللي كدوزو عندها باش تكومونديو تيرموميكس، وانتم دزتو عندي النمره ديال الزيوت، ولكن ماشي مشكله بحال بحال زعما انا باش تاخذوا تما رونديفو. بالنسبه للناس اللي غيبغيو انا كنميكسي البنات دابا، راه جالسه كنميكسي باش نجمع لاباط. قلت لكم البنات باش ندير لكم، غندير لكم بالنسبه للناس اللي بغاو انتريسي يشرو تيرموميكس، راني غادي ندير لكم لي غينيو عندي في الدار، لاتولي غادي نديروها عندي في الدار ان شاء الله، ونوريكم الناس اللي كانوا انتريسي بغاو يشريوه ويشوفوا ياخذوا فكره. قبل ما تقولي شي حاجه خايبه ولا ما كتصلحش خدي فكره، ديري كما درت انايا. راه قبل ما نقول راني درت خديت فكره وسولت عليه هو الاول، انت غتحيح لنا اليوم. خذوا فكره البنات، يعني تقدروا تجد لاتولي، راه كندير لي زاتولي، تقدروا تجدوا تاخذوا فكره منه تشوفوا كيفاش كيتستعمل وكيفاش كنديروا ليه وكيفاش وكيفاش، باش تقدروا ديك الساعه تكونفانكيو بلي تقدروا تشريوه. واكيد راه ماشي اي واحد يقدر يشري، الثمن شويه ديالو طالع، ولكن الثمن ديالو سافولوكو باش ما تشري 166 ماكينه، كتشري واحد الماكينه فيها كل شيء، فيها قدره، فيها كوكوط، فيها طحانه، فيها عجانه، فيها شوفي شحال من حاجه، فيها اشواق، فيها ما عرفتش نقول لكم، فيها بزاف ديال الحوايج، اون بليس كتغسل راسها بوحدها، هادشي هو اللي فيها مزيان، فيها الا فابور، بزاف ديال الحوايج، شوفوا شحال الماكينه انا حيدت عندي من الدار. هنايا البنات شفتوا شويه داك الخلطه شتا شويه ما ناشفه، زدتها عاوتاني واحد المعلقه، داكشي اللي كاتبان ليا، قال لي الا شتي الخلطه هكاك زديها معلقه عاوتاني ديال الخبز، ديال الخبز. غادي نزيد ليه نطحنوا عي واحد شويه، نحركوا واحد شويه ونحطوا على بول على جنب، نديروا فشي تبصيل ونحطوا على جنب وندخلوا للثلاجه ولا الكونجيلاتور يتجمع شويه، فهمتوا؟ ينشف منه داك الماء ديالو، غير ينشف شويه ياكو، ومن بعد غادي نخرجوا باش نديروا معكم نوريكم الشكل كيفاش غادي يدير. راه كيجوا هاد لي بوليت البنات ديال الدجاج، راه كيجوا خطيرين 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 خطيرين، الا قلت لكم خطيرين يعني خطيرين. ها من جربوا هاد الطريقه تعجبكم، واكيد راه طريقه زوينه للفالنتين على اليوميه، يعني ماشي ضروري الفالنتين، للطياب ديال وليداتكم اللي ما كيبغوش ياكلوا ليكم، ديروا هاد الوصفات قسم. شوفوا غنبقى نبارطاجي معكم كل نهار وصفه، الا ما كانتش وصفه في الترموميكس نجيب لكم وصفه ديال الترموميكس، نتوما ديروها غير عادي، الا ما عندكمش ترموميكس ديروها عادي، ولا نجيب لكم وصفه ديال الشعر اولا ديال الوجه، هاكا غنبقى ندير. واكيد غيكون فلوغ عادي، واكيد جاي معايا مازال الجديد البنات، جاي اكيد الجديد ان شاء الله، نحاول نحسن ونطور ونزيد لقدام، يعني الواحد يحسن ويطور ماشي يبقى دائما في بلاصتو، هكا هو ان شاء الله. ومازال غادي نشري لكم، غنشري كاميرا باش يكون التصوير حسن عاوتاني، حيت كنصور بالكاتكا ولكن بغيت التصوير يكون حسن من الكاتكا، بغيت الا كاينه شي حاجه نخدم بسانكا، فهمتوا؟ باش تبان لكم الكاليتي زوينه، باش يكون باش حتى المتفرج يتفرج بحال كيتفرج في شي فيلم، فاهمين؟ ونتمنى البنات لايكيو ليا اكيد لا فيديو، ونتمنى الناس اللي عندهم ترموميكس اكيد هما اللي عارفين شنو. كاينه وحده قالت لي حياه راه ماشي بخاتيك راه عندي، يعني الحبيبه ما كتعرفيش ليه، تقدري تدخلي عند السيده وتاخدي رونديفو وتجي نوريك الحوايج اللي ما كتعرفيهمش، حيت راه ما كتبقاي تستعملي نهائيا حتى ماكينه. شوفوا انا واش عمري استعملت شي ماكينه، صافي وليت كنستعملو غير هو، ما كتبقاي تستعملي حتى شي ماكينه. انا الماكينات الاخرين ديالي ديتهم للبارطمان ديالي، قادر نحطهم فيها حطيتهم فيها، ما بقيتش محتاجاهم. هذيك الخلطه البنات حطيتها على جنب وحطيتها في الكونجيلاتور، غير شويه تقصح شويه، فهمتوا؟ دابا هنايا جيت غادي ندير الوصفه الثانيه اللي هي غادي ناخذ البطاطا غادي نقشروها. هاد الترموميكس واحد الحاجه اللي باقيه ما داروها فيه هو يقشروا لنا الخضره، خاصهم يقشروا لنا الخضره، اما تقطع راه كيقطعوها ولكن هاد الشيء ما كتقشرش. قلت لكم غنقشر البطاطا، غادي ندير البطاطا فخسي اللي واحد واعره، كتجي واعره كتجي واعره وبنينه. هنا غادي نقطعها على جوج، غادي نقسمها على جوج باش نخويها من الداخل، الا خويتوها من الداخل بيان سيغ عارفين ما حيات، ما كاينش الضياع ما كاينش الاسراف، غادي تخويها من الداخل البنات، وهاديك الداخل ديالها غادي نطحنوه. شوفوني دابا منين انا جالسه حداكم واش ضيعت شي معونه ولا وسخت شي معونه؟ ابدا، واش شي معونه توسخات
وتقول ما يبقى غيوت السخون ما عندك غادي تاكلي صافي. ما داكشي كتستعمليه كلشي مع انا درت فيه غير الدجاج يعني ما غاديش نغسلو غادي نكمل فيه الوصفه فهمتوا غادي نكمل فيه نيت الوصفه هي هي. واكيد البنات راكم العطريه ديالكم ما كتبقايش تشريها مطحونه عند العطار كتولي تجيبها حتى للدار كطحنيها سيغ ميزيغ بحالي كنطحن كل نهار شويه كنطحن السيمانه شحال غير قدني السيمانه ولا شهر تنبغي عاوتاني ونشدها عاوتاني باش ما نبقاش غاديه جايه الناس اللي ساكنين بعيد ولا شي حاجه بحال هكا. انا بيان سور ما ساكنش بعيد 10 دقائق من المدينه ولكن ما كنبغيش كل ساعه تخصني حاجه كنشري داكشي الكونتيتي كثيره وكنحطها عندي في الدار وقت ما خاصني كنلقى يعني كتلقى عندي كلشي انا في الدار كلشي عندي في الدار عندي السوق في الدار هكا كتشوفوني كنخوي البطاطا البنات نخويها هكا باش هذاك البارتيه نوريكم شنو غادي ندير فيها غادي نطحنها وهانتوما معايا غتجي غزاله واعره 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 بزاف هاد الاكله تبعوا الطريقه وغادي تعجبكم. هنا غادي نجد معاها شويه ديال زيت العود اكيد نتوما تنسي ما البنات ديروها كيما عجبكم شويه ديال زيت العود هكا شويه ديال الملح شويه ديال الابزار زيدوا شويه ديال الزعتر الفوق تقدروا تزيدوا شويه ديال الكمون الحرقوم البلدي زيدوا اي حاجه عجبتكم زيدوها ونسموا بها تقدروا تزيدوا لي زغب دو بروفونس انا جيت زيد شويه ديال الزعتر انا غير جاتني الملحه ناقصه هكا غادي نخلطها ما بين يدي على هذا الشكل نخدم المعلقه السابنت ديال المعلقه ما مسلكانيش درت يديا غتعمروا البطاطا على هذا الشكل وغادي ندخلهم يفوروا في ترموميكس كما قلت لكم ما تسلي لا قدره لا حتى شي حاجه عندك التبصيل هو اللي غادي توسخي تبقاي تحركي فيه صافي وغتشوفي غتفورمي لي بول على هذا الشكل يعني ديك البطاطا نخلصوها مع الكفته نخلطوها مع الكفته مع شويه ديال الملحه وبزيره وعلى هذا الشكل وتدخليهم يتفوروا يجوا رائعين يعني ندخليهم للفران بحال بحال هنا البنات جينا للوصفه الاخرى اللي هي هاد القريعه اللي خليتها من مرة اغلى قرعه حديتها في حياتي 35 درهم خصت القرعه المهم باغا ندوقها عمري ما دقت هاد السخ ديال القرعه بغيت نجربها وطلعت بنينه يا البنات المذاق ديالها على علاقه بالقرعه الاخرى بنينه بنينه درت النص ديالها ما حنا غا حنا غير ربعه اصلا اياد كاع ما كياكل القرعه هي 20 ما عجباتوش المهم وصفات البنات طلعوا كيحمقوا بنان جربوهم 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 خديت القرعه انا غناخذ نص ديالها وتنادم معايا الحال كان عليا نديرهم دي مورسو غوندال نديرهم زعما مدورين حسن كيجوا مدورين كيطيبوا من التحت ومن الوسط وكل شيء كيتعسلوا ولكن انا درتهم مربعين مشى ليا العقل ديالي حتى الاخر عاد تفكر تقطع تفكرت كان عليا نديرهم مدورين شويه قاصحه في التقطاع ردوا البال ديالكم حيت انا ضيو خصني شي موس زوين فهمتوا خاصني شي موس مزيان حيت انا الماس عندي كلهم لا علاقه عاد تفكرت البارح فاش كنقطع القرعه قلت لراجلي راجلي يا العزيز راه خصنا الماس زوين هذا الماس اللي عندنا راه لا علاقه بالتقطاع لا علاقه بماسي انايا كلنا موس جايين كنشري غير دوك الماس الرخاص قال لي عبد الخصوص نخصي نصو عرفتوا هذه اللي كنشرح لكم دابا غنشري شي موس مزيان مزيان نيت صالح يبقى طول الحياه هادشي كتعدي ما على والو هاد القرعه البنات غتلقوها في اسواق السلام راه في المرجان شويه غاليه القرعه دايره
35 درهم. انا عارفكم تجيكم غاليه بالنسبه للقرعه، حيت عارفه احنا في المغرب القرعه غاليه، ولكن على ما اظن القرعه ماشي ديال هنايا دايوغ. انا غادي نغرسها، قالت لي مرا فيها الحبوب ديالها من التحت. واسمحوا لي على الناس اللي كيقول لي حياتك كتهضري بالزربه في لا فيديو، راه والله ما بغيت نهضر بشويه، ولكن باغا نقول لكم داكشي بحاجه والفيديو كيدوز دغيا، وبغيت نطول الفيديو، خفت يجيكم طويل لذا كنهضر بالزربه باش زعما نلحق نقول لكم كل شيء. كان عيان ديرها مدورين بحال هذا الشكل، فهمتوا هذا الشكل ديروها غتقطعوها ديرها مدوره بحال هذا الشكل، كتجي واعره القرعه على هذا الشكل. طيقوني يا البنات، كتجي واعره واعره. طيحتها شفتوها شحال قاصحه، طيحتها بداك المسنيح، كان خاصني شي موس ضروري. هاد لي بلاك حتى هما ما ندمتش عليهم، دايغ كومونديت وحده اخرى. هاد لي بلاك هاد ماشي هاد لي هذا سميتو ديال السيليكون. بالنسبه للبنات اللي قال لي راه لا علاقه، راه صحي، هذا سيليكون صحي، فهمتوا؟ ما كيخسروش نهائيا. غنديرهم هكا فيها وما كيلصقوش، كتكبي كتلصق فيه بحال دابا درت الزيت. وهذه الكراميل هذه حلوه، درت بحال داك الشكل ديال الكراميل فيها، كبيت عليها الماء ونقات دغيا دغيا. بالنسبه للبنات اللي بغاوهم حتى هما راه كنبيعهم مع الترموميكس، حيت هذا الشيء كله كيمشي مع الترموميكس، مع الترموميكس الفران. وليكن في علمكم البنات الترموميكس راه كيكونسومي موا كالفوخ، الفوخ الفران كيكونسومي بزاف، الترموميكس ما كيكونسوميش بزاف في داك الشيء ديال الضوء، فهمتوا؟ يعني درت المقارنه وشتها وانا عارفه مكتوب فيه داك الشيء. المهم هنا درت شويه ديال البزر من الفوق، شويه ديال المليحه من فوق منها، غندير فوق منها شويه ديال زيت العود، وشويه ديال لي زيرب دو بروفونس. لي زيرب دو بروفونس ما عرفتكم البنات غتلقاو تلقاوهم في مرجان مكتوبه فيهم لي زيرب دو بروفونس، هو واحد الخليط ديال لي زيرب، مي البنات ديال برا غيكونوا عارفينهم. هكا درت فوق منهم هادو، جاتو واعره 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 واعره. طيقوني يا البنات بانكم خصكم تجربوا هاد القضيه ديال القرعه. واللي ما عندهاش لي زيرب دو بروفونس ديري شويه تاع الزعتر ولا شويه تاع الزعتر، راه قادي الغرض دهنها بزيت العود تجي واعره يا البنات، طيقوني. وما تشوفي معايا غندخلها للفران الفوق والتحت ونخليها طيب حتى تعسل مزيان مزيان. هنا البنات كما كتشوفوا معايا داك الخليط ديال الدجاج اللي حطيت في الثلاجه شويه، شتو كما جمع شرب داك الماء ديالو، يعني شرب داك العطريه. هنا داك البارموزان داك الفرماج البنات اللي كما قلت لكم خصو يطحن، كتحطيه على جنب كتبقاي دوري هكا وتلوحيه فيه، دردريه فيه، زيدوا فيه شويه ديال القزبور اللي عندكم وصافي، دردريه فيه هكا. وباش نقل باش غنقلوه، ما كاينش القلي هنايا، انا غادي ندير شي حاجه صحيه، ما كاين حتى شي قلي، غندير ليه شويه زويته بلديه ونحمرو فيها وصافي. تعرفوا كيفاش كيطلع مع البارموزون؟ كيطلع حمر داك الحمر، يا داك الزوين، داك الشيء كيطلع دوغي 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 واغرة. تشوفوا معايا كلشي ان شاء الله في الطريقه وتشوفوا لافه، جربوا هذه الطريقه وردوا عليا اكيد غادي تعجبكم، انا متاكده.
انا كما كتشوفوا كركبتهم في الفرماج. دابا غنزيد لهم شويه ديال الزويته بلديه، شويه ديال زيت العود، غير شويه في المقله البنات، وحمرهم. تقدروا تدخلهم للفران الا بغيتوا، ولكن الاحسن تحمرهم هكا في زيت العود شويه البنات، ماشي تحمروا يطيبوا. تعرفوا كيفاش كيجي الشكل ديالهم؟ كيجوا واعرين وحمرين مع داك الفرماج، كيطلق عليهم ديك الحمريه، كيجروا واحد الشكل رائع يعني بريزونطابل، يعني ما يحشموكش نهائيا، وحتى المذاق ما يحشموكش. كما قلت لكم البنات، راه الثيرموميكس كتقدروا تطحنوا فيه حتى اللحم، ديروا فيه الكفته بلا ما تشري دجاج. انا ديجا كان عندي هذا كما قلت لكم، ديجا هاد الكفته كاينه عندي، طحني فيه الكفته، طحني فيه كل شيء البنات، ما تبقاش معذبه ورافده الهم لاي حاجه. لذا نيزيتي با البنات، يعني راه سي ان بون انفستيسمون، ما تندموش عليه. وهنا البنات من بعد ما طابت ديك البطاطا اللي شتو حطيت في الثيرموميكس تفور، تقدروا تدخلوها نتوما للفران اكيد. هنا غادي ناخذ شويه ديال الفروماج، اي فروماج غابي غودا، داك موتزاريلا اللي عجبكم. انا درتهم غير هكا في الطبسيل، يعني انا ديجا سخون داكشي غادي يذوب الفروماج غير هكا، حطيتهم فوق منهم على شكل جا الشكل ديالهم واعر وبريزونطابل. زعما ما تركرهتكمش البنات لايكيو لي هاد لا فيديو، اكيد اللي عجبكم، حيت كدرت بيت كندير ايفور في لي فيديو باش نقدم لكم شي حاجه زوينه اكيد باش تعجبكم، وباش حتى نتوما تستافدوا، وباش ما نقنطوش. بالنسبه للناس اللي كيقولوا راه ما كتشوفوا، راه الواحد يحيد لك غير القنطه ويدخل لك اي حاجه كيف ما كانت في لا فيديو، راه ديجا مزيان، راه فهمتوا، راه ديجا مزيان. حتى حنا كنتفرجوا في عباد الله وكنعرفوا كيفاش، حتى حنا ما كرهناش يحيد علينا القنطه. المهم هكا غادي نحيد غير ديك كيما غتشوفوا معايا داكشي، وغادي ندخل يبقى غير شاد السخونيه حتى نوجد الطابله. بنات لبست هاد الكسيوة الحمرا سخونة شوية، واخا اليوم سخن الحال بالنهار، ولكن الحال برد، راه شعري غير غسلتو طلقتو صافي، درتو واحد العطية الحمية وسي بون. دابا هو الأدراج ديالنا ما لابس الأحمر لا الجناب، وحنا لابس الأحمر، وعندي لي زونتين طالعين. موسي جي زونتين أوسي مي سي با غاف. يا ديجا حبيت سي با غاف. سي لا فيت دي زاموغور. سي لا فيت دي زاموغور. سي الفالنتان فالنتان. مي كوت. وي وي مي مي أون لا في أوجوردي. Et la fête de Valentine, c'est pas juste pour les parents et les mamans, hein, c'est pour tout le monde. Voilà. C'est pour les enfants, c'est pour les frères, c'est pour les soeurs, c'est pour tout le monde. Viens, fais coucou. Ils ont, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Viens. Viens, fais coucou, maman. Viens avec ton Tokyo. Tokyo Drift. Qu'est-ce que t'as acheté à ta copine alors? Viens. Viens. En tout cas, franchement. Je pense qu'on va se régaler parce que c'est déjà très beau. Bravo, t'as fait ça rapide et vraiment chapeau. Et comment tu me trouves? Je suis obligé de te dire comment tu m'as trouvé. Mais non, attends, je suis en train de parler d'un truc, d'un sujet. Je te trouve ravissant, rouge qui bouge. En plus, le rouge pour la Saint-Valentin, c'est magnifique. Je te trouve très très bien. C'est normal, c'est Valentin. Valentin. Tu veux pas que je te mets le vert quand même? Bah non, c'est bien, bravo. En tout cas, ça te va très bien. Très bon choix. Mais oui, tu es jolie comme tout. Je sais que j'ai rien fait, j'ai pas fait d'efforts. C'est le principal. Dommage qu'il n'ait pas réveillé le petit parce que. باش نوريكم من بعد الحليوه والكاطو داكشي وداكشي اللي كومونتي توتال لا توتال لا لا فيتو فيداج شاري لي جولين في الحياه جولين ديك لا طون امور ديك لا غلو باسكو داك لا غين دي تو Je peux pas dire devant des millions de personnes. Ah, ما قريتش. لا تكون كومون. Voilà, je l'ai écrit. J'ai oublié comme هذا البوكي دو فلور هذا واحد الحلوه ديال قليه فاقليه سي با ان غران بوكي مي سي سيتي جو تروفي سا مينيون واه بي لي ترو مينيون جادور مي دايور الفول ما تفرها اكتب لي واحد لا لتر هنايا في البوكي انتي مو ها Alors j'écris ça en vitesse. Lis-le pour moi. Lis-le. Alors attention, je me rappelle de ce que j'ai écrit. Alors c'est bien écrit, hein. Juste un petit geste pour te dire que je t'aime très fort. Tu es et tu resteras mon amour pour toute ma vie. Merci. Pour la meilleure des épouses et pour la meilleure des mamans. Merci.
Voilà. Moi je trouve ça excellent. Ça change. Moi aussi j'adore. En plus c'est quelque chose qu'on ne mange pas. C'est génial. C'est trop bon.
C'est top. Donc, franchement, c'est des nouvelles saveurs. C'est trop bon. T'as vu moi quand je la joue grand, hein, pas comme toi. Hein. T'as vu, hein, rouge et tout, et tout, et tout. T'es beau. T'as vu, Minas, c'est un clébi, وقليبك داتو هنا ديديكاس هنا قليبك ديتي بديت نديرها هنا بطاطا شوكولات شوكولات هذا شوكولات تاكل الحروب هذا شوكولات انت وها اي انت وطاق يدير عيد الحب هي اللبس ابيض في ابيض كويد كويد يا غيدي كويد هذا كويد 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 بالنسبه لي كيشوف الروج كيشوف الالوان شوفوا كيف الالوان مثل الحليوه في الالوان ديال فيها ديال ملي هذا يا بدات ليا داغي ويا شوفوا هذا الزين شوفوا هذا الزين شوفوا هذا الزين شوفوا هذا الزين ديال العالم شوفوا هذا الحب ديال العالم شوفوا هذا الكوكوس الصغير شوفوا هذا الحب الصغير شوفوا وي ضحك محمد ضحك اللي ضحك اللي ضحك اللي كضحك لكل شيء انا كمونو وبيده ديالي حبيبه ديالي حبيبه ديالي هي غزله ديالي شنو اللي تاكل داك النوار très bon. Fais le loose, mais le dachon. C'est
fois qu'on me goûte ça. Je te dirai quand j'ai goûté. Tout ce qu'il a déjà fait. Les gâteaux, les chdis, ils sont venus de normalement. Des sbouts, des sbouts. Où est-ce que tu as fait ça? Un gâteau, ouais. Non? Non, c'est bon. Je vais te donner un saut. C'est bon, et en plus, c'est pas trop sucré. Il y a du croquant. Il y a du croquant, j'adore le croquant. Eliano? Anta Eliano? Eliano, c'est chouette. Là. Ouais, c'est